السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي أمان الله وحفظه. كنتمنى اللي أول مرة كتشاهد القناة تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصل هذا الجديد ديال الفيديوهات إن شاء الله. المهم بنات، اليوم التسليمة ديال الفيديو ديال البارح اللي حطيت فيها الفصالة ديال القندورة ديال القطيفة أولا ديال المبرة. المهم اليوم غدا نخيطها معاكم، غدا نخدم هاد الموديل هذا، غندير فيه هاد الصدر هذا كما كتشوفوا. كما قلت لكم البارح البنات، ممكن اللي بغى يزيد يكبر الصدر يكبروا. انا درته بحال ما هكا صغير على قبل هاد الصدر، يعني باش يجيني قد الصدر، يعني ما يجيش كبير، يعني خصو يجي في هاد العبار ديال الصدر هذا. المهم غدا نزينه بهذا. المهم انا مني غنخدموا معكم غنوريكم الطريقه اللي غدا نخدم به هاد لي زيستراس هادو، وغندير هاد لي سيبور هادو. هاد لي سيبور هادو غادي نديرهم غير فهاد الوريدات هنايا. المهم هادو في الاخر غادي نزين بهم. واحد النقطه البنات اللي ما شرحتهاش لكم البارح، ان ديما نفصل التوب على الماء ديالو، يعني من ديما نشوفوا الماء واش هابط لتحت ولا لا، فهمتوا؟ يعني التوب واش الماء ديالو هابط بحال ما هكذا. وهاد واحد النقطه اخرى، هادي لا غارنيتور ديال الامام، نسيت ما خدمتهاش معكم. ممكن اللي ما بغاتش تخدم لا غارنيتور غير التوب بحال ما هكا ودير خياطه عاديه. هنايا الكول سنوضح لكم، هنا الكول ممكن تنيه غير بحال ما هكا، تنيه واحد سنتيم وتخيط، ولكن باش كيجي الكول واقف وزوين من الاحسن نديرو هاد لا غارنيتور. يعني كيما خدمت معكم لا غارنيتور ديال الظهر في الصاله، غادي تخدموا لا غارنيتور ديال الامام. يعني خديت غير شويه، يعني ما كبرتهاش بزاف، يعني اصلا انا عندي الغرض غير في الدوره ديال الكول. المهم اول خطوه هي انني غادا نخدم هاد لا غارنيتور هادي بهاد الطريقه هادي البنات. بحال ما هكا وغادا نخيط. يعني بطبيعة الحال ملي بغيت نخيط لي كارنيتور كنديرو الوجه على الوجه بهاد الشكل هدا. صافي كنخيطو الخياطة ديال كناخدو واحد نص سنتيم تقريبا. صافي كنخيطو، نمشيو شوية بشوية على الكور كامل. غادي نحاول نشرح لكم البنات الطريقة باش تنجحوا فيها إن شاء الله بالنسبة للمبتدئات، وبالنسبة للبنات شوية اللي كيعرفوا ياخدوا فكرة ويستافدوا حتى هما. المهم البنات صافي كنمشي بهاد الطريقة على الكول. نجي هنا البنات كنكراني هكذا باش ملي كنبغي نتني كتجيني التنية ساهلة. كتجي فينيا بطبيعة الحال، يعني كتجي فينيا ما كتلواش لينا العمق. نقدر نحيدو حتى هذاك الشيء اللي زيد اللي فات نحيدوه. صافي البنات وكنتنيو، كناخدو الكول بهذا الشكل هذا وكنتنيو بهذه الطريقه هذه. غنزيد نحيد هنايا، كنتنيو بهاد الطريقة وكنخيطو بهاد الشكل هذا، وكنغلبو هاد كنغلبو الضوفة على لاكارنيتور باش متجيناش الخياطة بحال ما هكا، كيجينا العيب كيجينا الداخل، يعني الخياطة كتجينا الداخل. كنغلبو هاد الفوقاني على التحتاني.
صافي البنات كنمشيو بهذه الطريقه هذه. ندير واحد الخياطه ديال سنتيم بالشكل هذا. كما كتشوفوا البنات بحال ما هكذا كيجي الكول ديالنا. دابا كناخذوا هذا اللي غادي نلصقوا بهذا الشكل هذا السطر. نحاولوا نثبتوها البنات يعني بالفنيت ولا باي حاجه نحاولوا نثبتوا. انا هنا ثبت السطر بالفنيت. دابا غادي نخيط غادي نقاد ضروري ما نقادلو المهم انا خيطت بس خيط الخياطه الاولى. دابا البنات غادي نمشي غير مع الجناب غادي نخيط غير مع الجناب غنشد حتى هي بالفنيت بهذه الطريقه يعني بنفس الطريقه ونبقى غاديه ونقاد ونخيط هكذا بهذا الشكل هذا. غادي نشد بالفنيت بطبيعة الحال نسرح مزيان هاد الشي باش ميجيني لا مكملش لا والو. هاد الطريقة هادي نحاول أنني نقادها مزيان عاد باش ندير الفنيتة ديالي باش ملي نبغي نخيط تجيني ساهل. حيت البنات هادي هي أصعب حاجة في الخياطة في هاد الموبرا يعني إلا كنتي غتخيطها غير سامبل يعني ما فيها السدر ما غتلصقي فيها حتى شي حاجه راه غتجيك ساهله شويه. اما هاد السدر وهذا اللي كيبغي تلصقي هاد الشيء بحال هكا كيبغي الخاطر وكيبغي مثلا تبقاي تجبدي وتقادي باش تخرج لك نتيجه زوينه وما تخرجش لك مكمشه وتخرج لك البياسه واقفه. صافي البنات دابا غادي نمشي دقه 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 غير بشويه بشويه. البنات اللي بغيت نخدم معكم هذه غتجي طويله حقاش غادي نمشي على الحاشيه ديال الثوب غادي نمشي بحال ما هكا. المهم انا غنبدا معكم Thank you.
صافي كنقندو بحال ما هكا على الحاشيه. بطبيعة الحال نجبد بهذه الطريقه، يعني نسرح الخدمه ديالي صافي البنات. غنبقى غادي بهذا الشكل هذا حتى نسالي الصدر كامل. بعد ما ساليت الخياطه دورت على الصدر، خديت هاد ليزيستراس هادو وغنخيطهم غير بالحق. الخياطه ديالهم كتمشيو بالشويه البنات بهذه الطريقه. انا حطيت على الجنب ديال الكول كما كتشوفوا صافي، وغادا نخيط بهذه الطريقه كنمشي بشويه باش ما تهرسش ليا البره بحال ما هكا دقه دقه. شي دقه دقه صافي درت هاد لي ستراس هادو. دابا غادي ناخد الخلف باش غادي نلصق، باش غادي نخيط الكتاف. بالنسبه للبنات هادو كيبغوا الخاطر وكبروا ديروا خمسه، ديروا الخمسه باش تخيطوا باش تعطيكم باش ما تجيش في هاد الحجره هادي. خدموا بالخمسه باش تجيكم الخياطه ساهله وبشويه. صافي ديال القياسه غادي ناخذ دابا لا غارنيتور ديال الظهر، كناخذها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ناخذ القياسه بهذا الشكل هذا وكنحط الوجه بهذا الشكل هذا صافي البنات. وكنخيط كنتني هنا واحد شويه يعني البنات صافي، وكنخيط بهذه الطريقه هذه. ندور مع العمق، ننقص شوية البنات. هنا غادي نحيد هاد الزوائد هادو وغادي نكراني باش ملي نقلب لا غارنيتور تجيني ساهله. صافي البنات غادي نقلب بهذا الشكل هذا. كنقلب وكنخيط من هنايا كما كتشوفوا. انا هنايا قلبت البياسه، دابا غادي نخيط من هنا. انا بدا الخياطه من هنايا وغادي ندور مع العمق وغادي نهبط وغادي نطلب، يعني طريقه سهله. Thank you.
تنضرب مع العنق هنايا، البنات كنضرب هذا الشكل ثاني. هنا ملي كنوصل لهاد النقطه هذه كنضرب، كنتني داك واحد داك نص سنتيم اللي كنتنيت في الاول كنتني بهذا الشكل هذا. هذا كنسرح في التوب ديالي، كنوصل هنا ثاني كنتني داك نص سنتيم. صافي هنا كنكون ساليت لا غارنيتور. دابا البنات غادي ندوز للكمام صافي وغادي نمونطي الكياس. بالنسبه للكمامه البنات غادي نخدم معاكم جهه كامله. المهم بالنسبه للكمام كنتنيو الكم يعني من هنايا، كندير التنيه ديال الكم هنايا، كناخذوا فيها سنتيم ونص ولا سنتيم اللي بغينا بهذا الشكل هذا. ناخذو ثاني بنفس الطريقه هاد لي زيستراس هادو يعني انا غنزين بهم لكم، وغادي نخيطهم بنفس الطريقه كيف خيطتهم في الاول بهذه الطريقه هذه. ديما البنات كنخليو واحد السنتيم ديال الخياطه عاد باش كنخيط عاد باش كنحطو هذا كما درنا هنا. هنا البنات راه ما مشدوتش في الخياطه، هنا كتبان بزاف هنا، هنا ما كاينينش، بادين غير من هنايا. ديما كنخلي السنتيم الشهايه السنتيم مشات في الخياطه، وبانوا هما بانوا على الجدر ديالهم كما كتشوف، يعني هنا راه ما كاينينش. يعني ديما كنخلي سنتيم في الخياطه باش ملي كنبغي نخيط نبغي نلاقي البياسه ما كيتهرسش ليا الابره. صافي البنات انا غنخلي سنتيم ديالي الجهه ديال الخياطه وغادي نخيط. ديما كيما قلت لكم كنحولو لخمسة وغادي نخيطو بشوية، غنبقاو غادي بشوية. صافي البنات غنبقى غادي بنفس الطريقه،
صافي هنا غنحبس كندور بهذا الشكل هذا كندير لا ريتمو صافي بالنسبه نقطع هذا الشكل هذا كيما كتشوفوا لكم هي كيجي زوين البنات كيما كتشوفوا صافي دابا غنلاقي معكم جهه ديال البياسه باش نخليكم مع الشكل النهائي بالنسبه لكم عادي لافونتاج الثاني اللي فيه هاد اللي فيه هاد المبرا انه ما كتحتاج السورج يعني واخا ما تسورجيهاش ما كتخسرش انا من بعد ملي غادي نسالي البياسه غنسورجيها غير من الجناب صافي يعني ما حتاش نسورجيها كامله ما كيحتاجش مثلا غنلاقي الكمام هاد الشكل هذا نحاولوا ما نجبدوش يعني نخلو الثوب غادي مرتاح وغادي نقادو بطبيعه الحال كما كنقول لكم كون ديما صبغوا غادي نقادو تقادو باش ما تضيعوش باش ما يشدش لكم الثوب في نفس الوقت ما تجبدوش يعني صبغوا غادي غير بشويه بشويه صافي البنات هنا غادي نلاقي لكم نلاقي لكم ديالي بهذا الشكل هذا يعني هنا هذا الشيء علاش قلت لكم لي زيستراس ما يكونوش واصلين حتى اللافه يعني ملي كتبغي دابا تلاقي لكم كتاخدي غير البلاصه اللي ما فيهاش لي زيستراس وكتخيطي صافي البنات دابا غادي نلاقي البياسه وغادي ندوز ليها لوغلي من التحت يعني من غنقفصها من هنايا عادي ملي كن من غنمونطيها كامله غادي ندير غير ثانيه بحال ما هكذا وغادي نكففها عادي ونخليكم مع الشكل النهائي ديالها مهم بنات هذا هو الشكل النهائي ديال البياسه ديالنا كما كتشوفوا جات رائعه البنات جات زوينه العنق الكول كيفاش جا بهاد لي زيستراس وهاد لي سيبور لي زيت هنايا غير بالخيط والبره يعني ركبتهم بالخيط والبره في الوسط ديال الوريضات هاد الكميمات كيفاش جاو حتى هما جاو اسورتي مع يعني درنا لو رابيل مع هاد مع الكول جات زوينه البنات وفنه البنات وجات في اللبسه واعره البنات جات
يفازي ما كتشوفوا. المهم البنات كنتمنى هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا خديتوا فكره. المهم البنات كنتمنى لا فيديو ديروا ليا جيم اللي عجبتها لا فيديو دير ليا جيم، واللي عنده شي تساؤل مرحبا تخلي ليا في التعاليق. بسلام عليكم البنات، دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله.